الجميله طابت على على الجمر تبارك الله، جات معسله ديريكتومون في الارض سون اونغري سون ريان دي تو. خرجتي في البلدي يكون فيه الشوك، ها انتم تبارك الله تشوفوا الشوك ديالو كيفاش نمي. التوقيت الصحيح ديالها وهو شهر 11، من 1 شهر 11 الى نهايه شهر 11. بسم الله على بركة الله. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كاين نتوما لاباس عليكم؟ الصحه لاباس، نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. مرحبا بكم معنا فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله يا ربي. نصغبوا هالنهار الغذاء الدجاج البلدي والخرشيف ان شاء الله يا ربي بحول الله. السلام عليكم الاخوه والاخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن، نتمنى من الله تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. شكرا للمتتبعين ديالنا على التعاليق ديالكم وعلى الجيمات ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم ولا اي حاجه اللي جمع عندكم، اشكركم جزيل الشكر. على بركه الله الاخوان، هذه الايامات هذه شهر 11 هذايا الاجواء ديال الحار الاجواء ديال الزيتون، وما ننساوش الغراسه الثومه. الغراسه الثومه الاخوه الاخوات المتتبعين ديالنا، التوقيت الصحيح ديالها وهو شهر 11، من 1 شهر 11 الى نهايه شهر 11، هذا هو التوقيت الصحيح. شهر 12 شهر واحد واخا تغرس فيه الثومه، ولكن تجي ضعيفه واحد شويه، لان الثومه فوقاش تجي الراس ديالها كبير والراس ديالها مزيان هي من غرسها في شهر 11، لان الثومه الطيب في شهر 6، واحد في شهر 6 نسموها موت الارض، عند الفلاحه سميه واحد في شهر 6 هو موت الارض، ليش هذا طيب الثومه. على كل حال لقيت الغرس الثومه هو هذا، على بركه الله النهار بنغرسوا الثومه ان شاء الله يا ربي، دابا نفرقوها ونمشيو نغرسوها، هادشي اللي كاين. بسم الله
على بركة الله. الإخوان نخطروا الثومة اللي عندها الراس ديالها كبير، يعني هنا كاين اللي راس رقيق كاين اللي راس كبير، نخطروا الراس الكبير. الراس الكبير ديال الثومة هو اللي صالح الغراسة، وإلا اقتضى الحال وتسالى ودي ساعه الخاب بنادم يكمل بالصغر ماشي مشكل، ولكن الغراسة اللي خاصها تغرس بالصح هو الراس اللي تامر. خطروا هذا ما يروش كاملين تبارك الله يرضي. الثومة راها بلدية، هذه الثومة راها ديالنا، بلدية ديالنا، البلاد ديالنا، يعني مغروسة عندي في الدار ديالي والإنتاج ديالي، شي زعما راه شريتها من السوق ولا شي حاجة. تبارك الله يرضي. الثومة الحمراء، الثومة الحمراء، الثومة الحمراء تبارك الله، هذه ديال الفلاحة ديالنا ديال الدار. نفرقوا الاخوان الثومة، هذا الريوس نفرقوهم ما نخلوهاش بالريوس، نردوها بلا سنانف، كل سنوف بحدو يعني، ها السنوف هذا هو سنوف الثومة، هذا هو اللي يتغرس، هادشي اللي كاين نفرقوها كاملة إن شاء الله ربي، ونهبط نغرسها. الرحبة عندي محروسة مخطة موجدة، نسالي بالتفراك ونهودو تما إن شاء الله برا مجموعين. عندي هنايا الدجاج بلدي، قلت له البصلة والثومة، دابا نقيلو العطرية والملحة وشوية الماء ونحطو يتقلى، نحطو يتقلى وساعة نقول نقي الفرشي إن شاء الله يا ربي. بسم الله، نقي شوية الملح، سكنجبير، الخرقوم، والإبزار. نكلو عا شويه د الماء ونخليه يتقلى حتى يتقلى، هذه ساعات نزيدو واحد شويه الزيت بلديه. الريوس ولاو على شكل سنانف، دابا بنهبط نغرس هادشي هذا ولا بقى خصني، باقا لي الثومه هنا ان شاء الله يا ربي، عاوتاني نزيد نكمل، يعني عبوا حاجه بحاجه، إلا بقى خصني بنرجع، إلا ثلاثين الله يكون على البركه. بسم الله، ثومة كما تشوفوا الاخوان الارض عندي محروسه جوج مرات، لان الثومة خاصها تحرس الارض مزيان، يعني الارض تكون مخدومه مزيان. عندي الارض محروسه جوج مرات وخطط ثالثه بالخطوط، ودابا على بركه الله بنغرس الثومة خطط ثالثه بهذه الطريقه هذه باش الغراسه تجيني سهله، باش ما تبقاش الفاس والضراب طمار كذا، يعني يكون تماره، يعني احنا نحاولوا ديما نقوا الطريقه اللي يكون سهله، هادشي اللي كاين. الدجاج ديالي خليته ما يطيبو، دابا جيت نقي الخرشيف باش نقيه يطيب مورا الدجاج، تا يطيبو الدجاج نص طيبه يسعد، عاد نقي الخرشيف. الخرشيف داغي ايطي تبارك الله، باقي فتي باقي طري مزال تبارك الله وحلو، داغي ايطي نقيه مورا الدجاج.
لقيت هنايا الماء عصرت فيه الليمون باش من نقي الخرشوف نحطو هنايا باش ما يكحليش، دابا ما يكون نقيه يكحل دغيا باش يبقى محافظ على اللون ديالو. هاك الله نقيوها دابا من الشوك بحال هكايا نحيدو له الوراق. دابا هذه لقيتها الخرشوف تبارك الله داغيه يطيب. الخرشي في البلدي يكون فيه الشوك، ها انتم تبارك الله تشوفوا الشوك ديالو كيفاش نمي بحال لي باري. والرومي خلاص الرومي ما يكونش فيه الشوك. بالنسبه للغراسه الثوما الاخوان راه ساهله مهله، لقيت الخطوط بحال شكل ونبقى نغرس حبه مهلجه وحبه مهلجه. هذه هي الثومه البلديه الاخوان. القضيه الغراسه الثومة هانتينا الثومة هي هذه راس الثومة هو هذا اسنوف انغرسوا هذا يكون في التراب، هذا الراس هذا يكون في التراب، هذا يطلق العروق ومن هنا اطلع النباته وهنا يكون العروق. يعني الا غرسناها بطريقه هذه لقينا هذا لتحت راه غير صحيحه راه ما دعيش شيء، يعني هاكي باش تغرس. هذا هو لتحتي، هذا يكون من تحت، هادشي اللي كاين. هذا هو الخط اللي عندي، الخطوط عندي الارض كلها مخططه بطريقه هذه، ونقي وحده بحال هيثا وواحده اون فاس ديالها وحده بغرتها بحال شكل، خط غطا واحد شويه، ها انت بقى باين واحد شويه، ما يمكنش نقيها انا في وسط الخط، في وسط الخط راه تجي حانيه بزاف، ديما تجي حانيه بزاف ما صلحش، طيح الشتا تعرم عليها يعني في الخط ما صلحش الحاجه مغروسه في الخط، لا، عاليه على الخط. عاليه مال الجه وعاليه مال الجه، وحده بغرت اختها، وحده هنا وحده هنا، عاوتاني نقيو وحده هنا، عبيد انا بحال شكل، وحده عاوتاني اونفاس ديالها هنايا، صافي.
طريق الغراصه ماشيين بها سهله مهله. اخوان القضيه الثومة ما نقولها لا اسمده ولا تجي حاجه ديريكتومون في الارض سون غري سون ريان دي تو، ما كانت ولا تجي حاجه. وصافي ابري شعاد ربي في شهر 12 يعني في الايام الليالي نقولها الرماد، الرماد نقولها الرماد، هادشي اللي كاين. بسم الله على بركة الله، الغدا ديالنا طاب بنغرفو باش نتغداو. بسم الله. شحال الناس في التعاليق يقولوا لي هذاك الطاجين كله في هايتك، هذا ماشي الطاجين، هذه الجميلة هذا التراب، هادشي اللي كاين. الحمد لله راحنا سالينا بالغراسه الثومه على الخطوط، تبارك الله. هذا تشوفوا ملي هذا موراي كل مغرس تبارك الله ملك الحمد، قعد شويه هنا الثومه، قال واحد البركه، واحد كوب واحد جو كمشات بقى داك الشيء ضعيف، الله يجعل البركه. الثومه ما خصهاش تكون قويه بزاف، يعني وحده محشيه بوحده، لا يكون كاين واحد شويه المسافه بين وحده وحده، كثر من شبير، شبير وشي حاجه يكون بين الوحده والوحده. هادشي اللي كاين. الطريقه اللي وريكم الاخوان هي اللي كاينه، لقينا الخط، لقينا الثومه من لهين والثومه من لهن، والخط ديك الغرقه يبقى في الوسط، داك الشيء المهم شو هو هذاك. نطلب الله يكون تيسير ويكون عام مزيان، ونطلب الله يكون شي عام مزيان لا علينا ولا عليكم ولا على جميع المسلمين. بسم الله نغرفوا. تبارك الله الجميله طابت على الجمر، تبارك الله جات معسله ما شاء الله. تبارك الله تبارك الله.